الشهرة والمال والنفوذ مش حصان ضد الوجع، ومفيش حد ضد الكسر، وكلنا بلا استثناء بنحتاج لكلمة تشجيعية علشان نرجع ونقف على رجلينا من تاني. تعالوا النهاردة نشوف رأي الناس في الشارع عامل ازاي. يلا بينا. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ابراهيم. محمد صلاح يا ابراهيم، الفترة اللي فاتت دي تعرض لنقد لازع جدا، بس نزل رد على كل اللي انتقدوه. عايزين النهارده نسمع كلمه تشجيعيه لمحمد صلاح. هو احسن لعيب في العالم ويفضل كده لحد 3 سنين 4 سنين قدام ان شاء الله. تفتكر ان اصلا هو محتاج يسمع مننا كلام؟ لا هو مش محتاج الصراحه. لا هو محتاج يسمع كلام، محتاج يسمع كلام من اهل بلده ايا كان عامل ازاي. صح طبعا محتاج يسمع من اهل بلده، بس هو لوحده هو الحمد لله وعارف ان هو احسن لعيب في العالم، ومش محتاج ان احنا اصلا في ناس بتقلل منه وفي ناس ما بتقولش رايها كويس فيه، بس هو احسن لعيب في العالم وعارف حاجه زي كده، واحنا كواجب مننا احنا كمواطنين كان اخواته في البلد ان احنا نساعده. بس لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان ايا كان سلطه البني ادم ده او شهرته كلنا بنحتاج للدعم ده. صح لحد لو مفيش جمهور في المدرجات عمال يشجع ويهتف ما كانش هيبقى محمد صلاح بالمستوى ده. صح طبعا. صح؟ طبعا الكره اصلا مع كره جمهور او كره جمهور وتشجيع. صح. مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك؟ عبد الله احمد. عبد الله احمد، كنا بنتكلم النهارده ان محمد صلاح اتعرض الفتره اللي فاتت لنقد صعب جدا، صح ولا ايه؟ ايوه تمام. تفتكر ان محمد صلاح محتاج لكلمه تشجيعيه؟ لازم كله يشجعه. تقول له ايه؟ تكمل. تخيل محمد صلاح قدامك دلوقتي، تقول له ايه؟ لازم تكمل سعي وتفخر العرب يعني وكده. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. ليكي في الكوره؟ اه طبعا. صح طبعا. والبطل الصغير؟ ايوه انا لاعب برضه في الكوره. تحب الكوره؟ ايوه. يا راجل جدا. اوه ده كلام جامد قوي. تفتكر ان محمد صلاح ممكن يحتاج لكلمه تشجيعيه من الجمهور؟ لا بصراحه كلنا بنحبه يعني، وان شاء الله يرفع اسم مصر كده دايما. الفتره اللي فاتت محمد صلاح اتعرض لنقد لازع جدا ومن اهل بلده، بالرغم ان بره كانوا طول الوقت بيهتفوا مو صلاح مو صلاح والكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده. فكنت لسه بتكلم من شويه بقول اي بني ادم في الدنيا بيحتاج لدعم، فاحنا النهارده نازلين علشان كمان نسمع محمد صلاح ونقول له ان اهل بلدك كمان فخورين بيك وبيحبوه. طبعا احنا فخورين بيه جدا وبنحبه ودايما بنشجعه وبنقول له ان شاء الله مزيد من البطولات وان شاء الله ترفع اسم مصر دايما. طب تقولي ايه للناس اللي بينتقدوه؟ اقول لهم لا طبعا الكلام ده غلط، المفروض تشجعوا ابن بلدكم وهو فعلا فخر لينا وفخر للعرب كلهم. هو يستاهل طبعا. يستاهل. صح طبعا. تعال انت كمان قول لي يا بطل، قول لي تقول لي لمحمد صلاح. انا عايز اقول ان هو كل شويه بيجيب جون وجاب جون حلو جدا. انت بتحبه؟ اه. طيب قول لي قدوتك في الكوره مين؟ ان شاء الله يعني صلاح مفيش غيره طبعا، يعني محمد صلاح وكريستيانو. طيب قول لي الفتره اللي فاتت محمد صلاح ناس كتير هجمته. لا هو يعني عموما الدوري الانجليزي بقى بينافس على لعيبه كبار قوي زي هالاند وزي كريستيانو وزي محمد صلاح، وبعدين ده يعني صفقه كبيره قوي اللي خسرها ليفربول اللي هو ساب ساديو ماني يروح البايرن. ومحمد صلاح يعني بيعمل مجهود كبير قوي عشان خاطر يرجع يلعب تاني. يعني تفتكر رجع الفتره اللي فاتت دي؟ يعني ممكن نقول اللي هو مستواه بيتحسن، يعني برده الجماهير برده سبب كبير قوي اللي تقف معاه، والاعلام برده لازم يدعمه لان محمد صلاح برده يعتبر شايل الفرقه لوحده. تفتكر محمد صلاح محتاج لدعم سواء من الاعلام او من الجمهور؟ ده رقم واحد طبعا، والجهاز الفني واللعيبه بتاعته برده لازم تدعمه. لو قلت لك قول كلمه لمحمد صلاح النهارده ممكن تقول له ايه؟ فخر العرب مفيش غيره، يعني فخر العرب محمد صلاح ده عشقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ علي محمود. وانت؟ ادم محمود. تحب الكوره؟ طبعا. تشجعوا كوره؟ اه. قدوتك مين في الكوره؟ محمد صلاح. وانت؟ محمد صلاح برضه. طب انتوا عارفين ان محمد صلاح الفتره اللي فاتت دي اتعرض لنقد صعب جدا من الجمهور؟ ايوه عارفين. طب تحب تقول لمحمد صلاح ايه لو محمد صلاح قدامك دلوقتي؟ تقول له ايه؟ تخيل كده بص الكاميرا واكن محمد صلاح قدامك. احبك جدا يا محمد صلاح. وانت تقول له ايه؟ برضه احبك جدا يا محمد صلاح. انتوا الاثنين بتحبوا محمد صلاح؟ طبعا. ها؟ طبعا. هتتعدل واحوالك